حضراتكم مرة تانية والفقرة الأخيرة اللي كنا بننوه عنها في بداية الحلقة، وتكلمنا إن إحنا يعني ملف في غاية الأهمية وهي الفيتامينز عامة. إحنا بنعيش بصحة مفروض جيدة، لكن مهم إن إحنا نعرف أو نفهم كمان جسمنا محتاج إيه، خصوصا من العناصر الغذائية والفيتامينز، وإزاي ممكن إن إحنا نعوض أي نقص كمان، إزاي كمان نعرف احتياجات جسمنا تحديدا، هل في تحاليل معينة، هل في أعراض معينة، كل ده محتاجين نعرفه بالتفصيل. بس خلينا نرحب في البداية مع الدكتورة العظيمة جدا واللطيفة جدا الدكتورة دينا أبو السعود، المستشار الطبي لشركة بايو ناتشورال. بجد صباح الفل ومنورانا. صباح الخير يا نهوان، دي قمر انت. انا ليه بقول يعني العظيمه جدا؟ انت معلوماتك كتيره ومفيده، وانا بجد عايزه اقول لك ناس كتير بتسال، وانا عندي اسئله على فكره، احنا داخلين الفقره دي وعندي اسئله كتيره جدا، فجاهزه معاكي على طول. نبدا بقى في فكره هنا، خلينا ناخد الموضوع من البدايه. الفيتامينز اللي في الجسم لازم تكون موجوده بنسب معينه، ولازم لو حصل اي نقص ان احنا نعوضها مره ثانيه. التعويض ده اولا بيكون بإزاي؟ يعني الحاجات الطبيعية، الطرق الطبيعية، ولو أنا محتاج حاجات إضافية زي مالتي فيتامين أو مثلا مكمل غذائي نعمله إزاي برضو؟ فعلا يا نهوان، قصة الفيتامينات والمعادن قصة يعني كل الناس دلوقتي بتجري على الفيتامينات والمعادن، بقى عندها وعي شديد ان الاكل الصحي مش كفايه. صح. هل الفيتامينات والمعادن مهمه؟ مهمه جدا. في ايه؟ في الوقايه من امراض كتيره جدا، في 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 شكلنا، في شعرنا، في تركيزنا، في عدم نسياننا، في طاقتنا، في مناعتنا. كل الحاجات دي بتتظبط، يعني انت عندك مع الفيتامينات والمعادن طاقه حلوه جدا اليوم، احنا كلنا عايزين نصحى من اليوم من النوم كده فريش بقى ومركزين والمود بتاعنا حلو. ايوه طبعا، مش عايزين نصحى نفطر ونرجع ننام، عايزين نبقى فريش وننتج. طيب ايه كمان؟ المناعه مهمه جدا. كلنا دلوقتي عارفين ان في فيروسز كتيره جدا، وبنصاب بالفيروسز، واللي بيصاب بنزله برد بعديها بشهرين بتلاقينا داخل نزله برد تانية، انت كده عندك ديستراكشن ونقص في المناعه. فانت عندك بالفيتامينات والمعادن مناعه طاقه. طيب اتكلم بقى في حته الستات، لان انت عارفه يا نهوان معروف بقى لي 7 سنين بتكلم في كريمات تجميل، فمش هنسى الحته دي ابدا. ان بالفيتامينات والمعادن وشك هيبقى حلو، ما زي القمر زي كده، ونضاره حلوه، ومش هتلاقي فيها هالات سودا، مش هتلاقي فيه تجاعيد والحاجات اللي بتدينا عدم ثقه بنفسنا. لا اقلل من كريمات التجميل اطلاقا، لكن كريمات التجميل لوحدها لو عندي نقص، صح، لازم اصلح البيز، يعني اصلح البيز وبعدين ابتدي من بره، لكن لازم يبقى من الروتس من جوه. بالظبط. حلو جدا. طيب دلوقتي انا